اهلا بيكم في فاست ماس. تعالوا نشوف هنحل البروبلم دي ازاي. انا عندي هنا اكس ماينس 3 اول باور 2، ده كده بيتحل فيرست تايمز فيرست سكند تايمز سكند، وعندي الميدل فيرست تايمز سكند تايمز 2. فنحلها مع بعض. يبقى انا عندي اكس باور 2 وعندي هنا 3 تايمز 3 ب 9، و هنا بوزيتيف دايما ما بيتغيرش، وعندي اكس تايمز 3 بنيجاتيف 3 تايمز 2 يبقى بنيجاتيف 6 اكس، وبكده نكون حلينا البروبلم.